محاشي مشكلة، مدة التحضير 45 دقيقة، مدة الطهو 45 دقيقة، يكفي 6 أشخاص. المقادير: للخضار 6 حبات كوسة محفورة، 6 حبات باذنجان محفورة، 6 حبات بندورة مقطوعة القمة ومنزوعة البذور والعصارة، نحتفظ بالقمم المقطوعة، 6 حبات فليفلة خضراء مقطوعة القمة، نحتفظ بالقمم المقطوعة. للحشوة 500 غرام أو كوبين ونصف أرز قصير الحبة منقوع في الماء 10 دقائق مغسول ومصفى، 200 غرام لحم غنم مفروم، 50 غرام دهون غنم، ملعقتا طعام زيت نباتي، ملعقة صغيرة عصفر، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، ملعقتا طعام صنوبر، و100 ملليلتر أو نصف كوب ماء. للصلصة ملعقتا طعام زيت نباتي، 5 فصوص ثوم مقطعة إلى شرائح، 3 ملاعق طعام رب البندورة معجون البندورة، 3 ألتار أو 12 كوب مرق اللحم، 100 غرام تمر هندي، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملح حسب الرغبة، 4 حبات هال، شريحتي زنجبيل طازج، ملعقة طعام نعنع يابس، و5 فصوص ثوم مهروس. طريقة التحضير: للصلصة نضع كوبين من الماء في طنجرة، ثم نضيف لها التمر الهندي ونضعه على النار حتى يغلي، ثم نخفف النار ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق. أثناء ذلك نسخن الزيت في طنجرة كبيرة ونقلب فيه شرائح الثوم، نضيف رب البندورة ثم مرق اللحم والفلفل الأسود والهال والزنجبيل والملح، نصفي التمر الهندي فوق الصلصة وندع المزيج يغلي، ثم نضيف الثوم والنعنع، نخفف النار وندعه يطهى لمدة 5 دقائق. للحشوة نخلط الأرز مع اللحم والدهون والعصفر والفلفل الأسود والملح والصنوبر والماء، نحشو الكوسة والباذنجان والفليفلة الخضراء حتى منتصف كل حبة، نقيس ما تبقى من الحشوة بوساطة كأس، وفي طنجرة أخرى نضيف من الصلصة ما مقداره نفس كمية الحشوة، ثم نضيف ملعقتي طعام زيت نباتي وبقية الحشوة إلى الطنجرة، ندع المزيج يغلي ثم نخفف النار، نغطي الطنجرة ونطهو لمدة 20 دقيقة على نار خفيفة. لطهو الخضار المحشوة نقوم بهز حبات الباذنجان والكوسة بلطف ووضعها مع حبات الفليفلة في طنجرة الصلصة، مع الحرص على أن تغمرها الصلصة، نتركها تطهى لمدة 45 دقيقة على نار خفيفة دون تغطية الطنجرة، وعلينا التأكد من أن المحاشي مغمورة بالصلصة طوال مدة الطهو. أثناء ذلك نحشو البندورة بالأرز المطبوخ بحيث نملأها تماما، نغلق كل حبة بوساطة القمة التي قمنا بقطعها سابقا، نضع حبات البندورة في جات فرن، نسكب 250 ملليلتر أو كوب من الصلصة في قعر الجات ونطهو في الفرن لمدة 25 دقيقة في الدرجة 200 مئوية. نرفع حبات الفليفلة من الطنجرة بعد مرور 30 دقيقة، وحبات الباذنجان والكوسة بعد مرور 45 دقيقة.